الاتصالات والنتوركس والإنترنت والشبكات دول شغالين بشكل كويس يا فندم، الحمد لله شغالين سواء بشكل كويس. التليفونات الأرضية أو كمان الاتصالات عموما. كل دول يا فندم الشبكات كلها بالكامل من ضمن منظومة الشبكات اللي احنا بنخلصها بالكامل مع شغلنا، وبيكون متراعي فيها طبيعة كل مبنى، لأن كل مبنى بتبقى له طبيعة مختلفة شوية، ممكن بيكون فيه مواصفات مختلفة شوية بالنسبة للأبراج، مختلفة عن الكومباوندات اللي بتكون التوسع بتاعها أرضي أكتر. المواصفات دي كلها متراعية وإحنا مخلصينها مع المراحل اللي إحنا بنخلصها يا فندم. أنا بشكرك وبحييك، وأتمنى إنه دايماً نشوف المدينة مليئة بالناس، وخلاص تبقى الحياة فيها يعني تدب فيها في كل أرجائها. أنا عارفة إنها ابتدت نشوف فيها حياة وحركة خاصة مع مهرجان العالمين، لكن إحنا عايزينها بقى خلاص الناس تسكن ونحس إنه في كل مكان يعني هذه المدينة تحتوي المصريين وغير المصريين، واحنا دايما بنبقى سعداء بالأجانب وسعداء أيضا بكل السياح اللي بيجوا لنا. بدأت وبتكمل وإن شاء الله تعمر بشكل أكبر سنة عن سنة يا فندم إن شاء الله. بشكرك أستاذ أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين.